وآت من الليل فجرا به عبق من دم الشهداء. هذا العبق ينتشر خلال هذا الشهر، شهر الاستقلال المجيد. لذلك فقرة نقاش اليوم ستكون مرتبطة بالاستقلال المجيد في موضوع يتعلق بسلطة المجتمع ودورها في رفض الاستعمار. نستضيف لها من يتحدث عنها خير حديث، وهو الأستاذ بلال الحمزة. أهلا بكم. مرحبا. مرحبا وسهلا أستاذ. حدثونا عن أهمية، والله ما الذي يعنيه الاستقلال في الذاكرة الجمعية الموريتانية؟ الاستقلال سابق نتكلم عنه، لهي نشكر التلفزة الموريتانية ونشكركم أنتم على استضافتكم لي. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم ونقول إن كلمة الاستقلال بالقاف، وليه الاستقلال بالغين شائع، وهذا نعرف عن الموريتانيين عندهم دائما ديك مشكلة القاف والغين. الاستقلال بالقاف حقيقة يعبر في نفوس الموريتانيين عن الانفلات من قبضة المستعمر، والخروج عن سيطرة المستعمر، والخروج عن إرادة المستعمر. المستعمر شنو؟ المستعمر لابد من نعرف هو شنو. المستعمر عبارة عن أجنبي جاء الأرض وتريق هرهلها وهم يستنزف ثرواتهم، يسوى منها المعدني، يسوى منها الحيواني، يسوى منها البشري، يحضر ثروات هذه التراب ويجعلها لها في ذلة. هذه المذلة وهذه الذلة اللي يسعى المستعمر انه يجعل فيها مجموعات في شمن الاراضي اللي ما شاركوا عليه شيء، ودي اصلا بعيد المستعمر، اصلا يجينا من خارج، بيجي اصلا كان اوروبا، كانت فرنسا، كانت الدول، كانت البرتغال، كانت اسبانيا، كان هذه الدول اللي تجي غازية من اجل ياك تستنزف ثروات هذه الشعوب اللي تعتبر هي بنفسها انها شعوب انها مهجينة وانها فايتتها الحضارة. وكان شعار المستعمر هو جئنا لنحض نجعلكم يعني من أهل الحضر، جايين ياك نجعلكم انكم تعودوا قادرين تعيشوا بالحضر. يعني هو شعب له عزته، هم معتبرين يكون عن ثقافتهم والحضارة حضارتهم والمعرفة معرفتهم. ولين نصل لك القضية، لين ردها لك فيلسوف كبير ألماني قال له هيجل. هذا الراجل في تفكيره قال عن العالم الاخر اللي هو العالم الثالث، ديك الساعه ينقال العالم الثالث، انه ما في حد قادر انه يحمل العقل وتجليات العقل، ما يقدر العقل من نفسه. العقل اللي قال هو يتكلم طبعا عن الشيء، قالوا العقل الكوني، يعرفوه الناس المتخصصه في المجال، ذا اللي يقول هو العقل الكوني، قال انه ما يقدر ابدا يظهر في الشعوب البدائيه. والتفكير عنصري، قاصد عنصري طبعا، عنصري، واللي بغى يقول يقول اللي نظره دونيه للاخر. صح. وهذه نظرة الدنيا الآخر أطرها راجل آخر عاقب هيجل، قال له ليفي برول، عدل دراسات في شمن الشعوب إفريقيا، وقال عن النوع من الناس أنه ما فيهم يرقى إلى مستوى العقل. ولذلك كانوا المبشرين المستعمرين يجول الدول ويستعمروها، إياك يقولون أنها ما هي قادرة على التفكير، ولا هي قادرة على العقل، ولا تعرف شيء، وإذا عندهم من الدين ما هو دين، وإذا عندهم من الأخلاق ما هو أخلاق، وإذا عندهم من الحضارة ما هو حضارة. ولذلك الموريتانيون لين يسمعوا الاستقلال، وين قال الاستقلال كله يشعر بأنه رجعت له ذاته، ورجع له مجده، ورجع وعاد هو من نفسه يعيش كما ينبغي، كما يحلو له، حر مات له تحت سيطرة المستعمر اللي كان جاي له يخرب ذا البلد. طيب. هذه نقطة. النقطة الثانية اللي يتعلق به المستعمر، اختار سابق نمشي عن المستعمر نقول فيه رؤية عندي خاصة. أنا مواسع عن المستعمر منين أعطى الاستقلال، والله انقلع منه بلي مرات ينقهر منه الاستقلال، اللي يمشي داحر مذموم وذليل، يوخر القيادة من النار ينخبط لين يقول واحدة ويمشي يسحب قواته. هذا المستعمر عندي أنا رؤية خاصة فيه، أنه يشتغل على شيء قال له استراتيجيات الوجود والتواجد. استراتيجيات التواجد أصلا استراتيجيات عسكرية، و
حب البقاء ما خلق مخلوق فوق وجه الأرض ما يبقى يتم خالق ويتم حي. غريزة البقاء. غريزة البقاء هي غريزة طبعا. وهي الغريزة والدفاع عن الذات هذه غريزة. منين أكبر حيوان أبسط حيوانات اللي هو الحرباء كل حد يعرفها البوية هذه اللي منين تدير على تدير على الطاولة تصبح لك تقبض لونها تقيس بيه شيء حمر تقبض لونه تعود حمراء تقيس بيه شيء بيض تقبض لونه تعود بيضة تقيس بيه شيء خضر تعود خضراء. هذه المخلوقة ما بها عنها هي تبقى يتم دائما تغير لونها يغير بها اللي غريزتها جعلت انها منين تعود في البلد استراتيجيا وتكتيكيا يا الله تكيف معاك الله تتكيف ما بها عزة ذاك بها عزة ياك تختفي عن العدو. العدو من هو ذاك اللي يقتله ولا اللي يعدل شي ما هو اذا عنها هذه المخلوقه طه منان القدره انها تتقلب وتغير لونها ياك تختفي. نعطيك امثله اخرى ما هو الا الحرباء وحدها عن المخلوق حيث ما كان يبقي يتم الله مستمر. المستعمر مخلوق زاده استمراره شنو غير استراتيجيته كان جاينا بالسلاح ويقهرنا والعشر وخلصوا كذا وحسبوا رؤوس الواجج وخلصوا وحسبوا رؤوس الحيوان وخلصوا منين اندحر المستعمر وانقلب وعرف عنه مات اللي جابرهون اللي كان يروق الدين قلبوا يغيروا الأخلاق قلبوا يغيرهم قلبوا يغير نمط الحياة عرف عنه ما هو مزيشي خاضي غنين خاض أرجع عملي في ذوب أخر. الحرباء كيف قلت قبيل ما قد فسخ الجن. قبل ذلك أستاذي الكريم نحن نتحدث الآن عن سلطة المجتمع في رفض هذا الاستعمار اللي تحدثتم عن عنصريته وعن مغازيه المتعددة وعن دور ومكانة هذا الاستقلال في الروح الموريتانية. هناك مجموعة من السلط ظهرت في مقاومة الاستعمار وهي السلطة العسكرية والسلطة السياسية وحتى السلطة الشرعية، لكن سلطة المجتمع بقيت هي أقوى وأعتى وأكثر مقاومة من جميع السلط. نحن نعرف عن سلطة المجتمع هي اللي أدت إلى يومنا هذا اللي نعود حد حاس بالحمى والله حاس بضرر يقول لك لا شور اليهود والنصارى. هذا نوع من رسوخ المقاومة في السلطة المجتمعية. الآن ماذا نعني بسلطة المجتمع؟ أنا أعتقد أن سلطة المجتمع أنها أول ما تجسد فيه شيء قاله الضمير الجمعي. هاي الناحية السوسيولوجية ما قد حد يكون يقبضها بعين الاعتبار. الضمير الجمعي عبارة عن إيش؟ عبارة عن مجموعة من القيم، عبارة عن مجموعة من التصورات، عبارة عن مجموعة من القناعات اللي موجودة في أعضاء المجتمع لأنهم هذا الأعضاء ورباو على أنهم يعود هذا هو هذه هي شيمتهم وهذه هي خاصيتهم. لذلك الضمير الجمعي هو مصدر السلطة المجتمعية. وأنا أختار نرجع شوي للمقاومة لنبين عن سلطة المجتمع لعب الدور أساسي ومهم في إجلاء المقاوم. أعطيك مثال بسيط. خارج معركة كانت معركة جامعة مانعة معركة النملان. صحيح. معركة النملان ونحن الآن نحتفل بذكرى 100 عام على معركة النملان الأسبوع الماضي. 100 طبعا الأسبوع الماضي كنا نحتفل به. هذه المعركة اللي قريبة من نظرك في الزمن. هذه المعركة خلق فيها شيء غريب. أولا كان يقودها الشريف مولاي إدريس يغير من معه معه موريتاني كامل. شوف معه الجنوب ومعه الشرق ومعه الغرب ومعه الساحل ومعه القبلة ومعه التد ومعه ما فهم جزئية من موريتاني ما شاركت في ذيك المعركة. معركة وطنية. هذا عبارة عن أنها هي اللي توحد عندها الشعب الموريتاني كانت تجسد الوحدة الوطنية. معركة مجتمع. لأن ما بقى جزء من المجتمع ما شارك فيه. والغريب في اللي نقوله منين قاموا نصارى ماشيين من تشجيع 30 كيلو من وادي النملان كان عندهم منير اللي هو منير معناه انه الراجل اللي يقودهم يعترف الطريق ما يعرف الطريق. منير اللي قايدهم ينقالوا له قضاف انسان زايز العين وقد حد قاعد ما هو مهم عنده يغير الدور اللي يلعب. وهذا لا من سلطه المجتمع صح. الدور اللي يلعب غريب انه مشى بنصارى وتم يزقنهم بهم ما هو قابلهم يلحقوا وما راهم فاتوا عقدوا انهم اللي يعدلوا طيحت الفجر. اذا هذا دوره هو قاع كان ما هو وحده استراتيجي لين نبين عن الدور عن دور ينقال له دور المخابرات العسكرية صحيح اللي ينقال له التمويه ما هو التمويه هو موه لهم الطريقة. دوره هو اللي لعب يدخل في نطاق اللي ينقال له المخابرات العسكرية استراتيجيات معطى الأخبار الدقيقة عن العدو. هو متفق مع النصارى يغير هو عدوه وله
يعوش الطليق إياك ما يستهدوا على أخوته. جميل. كانوا مقررين عن مطيح وطيحة الفجر على النملان. قام القايد وعدل بشين قال له قافلة البقرة. قافلة البقرة نوع من استراتيجيات الحرب. قط عدلها راجل من جنوب إفريقيا يدرعوا في القرن السابع عشر. ينقال له دروع القرن السابع عشر للثاني عشر ماني مقرش عليه حتى. ينقال له تشاكا وأمير. هذا الأمير عنده البقر. خرص البقرة ده هو له صد صقعة البقرة ما يجد حد يلحقها بيقرونها اللي مقفل عليه. قبض الاستراتيجية وعدلت نفس الاستراتيجية في جنوب إفريقيا وقلبوا به عدوهم وتميت لأن نفس الاستراتيجية معدلة في النملة. سبحان الله. الواد وقف عليه رجالة رأس الواد من المقاومين الموريتانيين ورأس الواد الثاني وقف عليه رجالة معناه جزء من جيش وجزئية الثالثة من جيش اندارت في النقر. شكله هلال. شكل قرون. سميه بقرة. هلال سميه قرون بقرة. المهم عنه ذي الاستراتيجية أصلاً استراتيجية ما هي معقولة والعدو جاي ما يعرفه يغير منير اللي معاه اللي ينقالوا الأغلب له يربي نصارى عن يلحقوا في الوقت المناسب اللي هو الفجر تم يزن بهم يوخضهم هكو واخضهم إلالين ظهرت شمس عاد القايلة وجاءوا مكشوفين هذا شو سألوا شو عدلوا له فطنوا له عنه ولهم وقجهم عنه واللي جاي لطريق قبضوه وداروا يديه وراء ظهره والواو عضلات وراءه قالوا انت مكسور عمر هذا كامل انت قاصده فينا برا منعتنا طريق ولا نقتلوك وفعلا نعتلم الطريق يعني نعتلم الطريق فات وقوم وعاو ذات الأوان وهذا من هذا النوع من سلطة الشعب يعني أن الشعب ولا المجتمع كان يخدم في ضد المقاومة وكان ما فيه واحد ما يعطي الأخبار للمقاوم نعطيك مثال الرعيان رعيان البدل ورعيان البقر ورعيان الأغنام ما داق معهم حد ولا خابطهم صار ما يخبطون بالتعمار بين المهمين عندهم يعني هذا الرعيان هم اللي كانوا يشكلوا جزئية كبيرة من المخابرات يلحقوا الأخبار الدقيقة عن النصارى منين بايتين ومنين مقيدين ولذلك يجي واحد من الخيمة متطرفة فيها رقاج ما هو حتى على الوجه ينقال له قيس الأمير ويقول له مقاصر العمار بايتين بيدري فلاني عاد المجتمع الموريتاني بصفة من الصفات مشارك كامله وبسلطته في دحر المستعمر وفي الكشف عن حقائق المستعمر إن مشى المستعمر ما عنده شيء وعرف عنه موريتاني ما هو منطج ما مطيح شيء عقيدته ما هو ماسه دينها ما قد يمس منه أخلاقها ما قد يمس منه مشوا هنا في دبي قشتوا مشوا من دعنه قاع خلوا كل وتر عقبوا خلاه وما مشوا وين صحيح المستعمر مشوا هون ذكرش خارج شو ما اللي نقوله استراتيجيات الحرب الموريتانيين محاربين صن كاملين محاربين بهم اللي المقاومة ما معناها مقاومة المستعمر المقاومة معناها الوقوف أمام كل المخاطر اللي توجب الحياة المقاومة من أجل الحياة من أجل الاستمرار من أجل العيش الراقد المقاومة من أجل الفوز المقاومة من أجل البقاء الموريتانيين يعرف حد عنهم ترابهم أصلاً ما هي قاع حتى تراب حنونة تراب قاسية الرمال ينشوا الجبال وقلة الماء تم يقاوموا هذا كله يدخل في إطار المقاومة تصور عن واحدين ماشي إلى رجليهم من قساوة شدتهم في المقاومة من قساوة هاي التضاريس هكذا وأنا أعجبتني مقاربتكم كون المجتمع هو كل فرد مهما كان سلمه الاجتماعي في نظر البعض أنا إذن أنه يلعب دور كبير أنتم ركزتوا على هذه الجوانب اللي منسية اللي هي الإنسان البسيط المجتمع هو في واقع الأمر ما هو إلا مكونات من هؤلاء الأفراد نعم المجتمع إنما هو مجموعة أعضاء وكل عضو يلعب دور صح. شوف أنا سميتك لا رعيان كنت قد نسمي مولي المدافع المدافع من يخسر مدفع ويقرمش لا يقسم بي لا أحد يعرف تعداد المدافع جميل جميل جدا ما هو اللي يعدلوا من الرسم بما يعرف من ينشو عنه إلى انقطاع قيد لا ينقاس به إلا حد يعرف تعداد القيد جميل إلى انشقت قربة فيها الماء الناس كانت تمون رؤوسها بالماء لا يود إلا حد يعرف خياط القرب المجتمع كان كل عضو منه يلعب دور أساسي ولا مغصوب عنه وإذا ما يستشهد الشهيد لن يختل ذاك الدور تفشل القضية كاملة أنت في ذاك أنا عدت دراسة حول القيادة وقلت قائد معركة معينة كيف يكون قائدا لها ولا ما جبر مد يقودها سمح لي قاعد هو واحد ولا كان له واحد وقام وعد العدو يخبطوا مع معركه الوافي معناه انه معاه مجتمع ومعاه جميع يعني المكونات تشتغل معاه بنفس الاطار وقابله ليقودها يعني لابد عنده
شيء قال له صفات الكاريزميه قد يقود بها عنده صفات النبال يعود نبيل ما هو عود ما هو عود وما قد حد يعود قائد يكون حد تجتمع فيه هذه المواصفات اللي عادي قد يوقف يقود الناس يعني مين يعود يوقف يقود الناس معنى عن الناس من قاد له معنى عنه راضي عنه معنى عنه ما يعدل للشيء خاسر معنى عنه مو مهمش من احد معنى عنه ما هو كل لقاش عنده دوره يمد ما شو وعد عين له تبرك عنده العين مردومه لا يعطوا الناس تجهر العين يأخذ الماء معنى عن ما فهم واحد ما يلعب دور حتى شوف بالنسبة لمكونات المجتمع الآخر نعطيك أنا تكلمت لله عن عن الرعيان وعن عن نقول نتكلم لك عن 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 زوان الحرب من تخلق لأي شيء واحد ما عنده سلاح دور بارز ما عنده سلاح ورافد معه آلته الفنية آلته الموسيقية ويوقف يحسب عليها والتعمار يشرود راسه ونهون ونهون الحرب أهم شيء فيه هذا اللي كان اللي ما هو جاي مقاوم بجسد وبنفسه وبعمره دور تحفيز الهام طبعا ولا ما حفز مقاعلة ولا قام يبكي على إذا خاسر كان بكل تأكيد يعني يقوم يغني ويتلهول هذا النوع أنا عن المجتمع اللي نخلص حد اللي نقال له مقاومة المستعمر الحق ما بقى جزء من المجتمع ما بقات عضوية فيه ولا بقى في نوع ما شارك ولذلك أنا سوني واحد من هذا قال لي ليش ما ينذكروا مع صح هذا سؤال عميق يعني نعرف أنا جوابه ليش ما ينذكروا كل فئة تنكر ما هي تنكر فيها للناس ما هي معدل راسها شو من الشقف ما هي ما هي جزئية هذه هي التقسيمية اللي ضاعت عندكم ما هي ذاكرة الجمعية متطلبات متطلبات الزمن لكن الزمن ما كان مطلوب فيه عنك أنت تعود من الفلان أنت ماشي معركة فلان قايد ولا ينكر وأنت ماشي مساعد منين تخد أنت بموقفك معناه أنك خسر شيء يا غير أنت نصرك ورفعتك ومجدك من قومك يقلبوا ما أنا كنت تقول أنا بيجي لي أنا جزئية لا أنت ما لك جزئية أنت جزء من كل وهذا الكل من ينتصر تنتصر أنت إذن هي المقاومة معركة المقاومة يدي فيها كل دوره ونتقاسم النصر معنا نتقاسم النصر ليس كاليوم كل حد يدور رواية الراس صح كل حد يدور قرعة واحدة وهي الناس قالت عنه كل قرآن وقتحوا ما حصل معاش دور المجتمع اللي تحدث عنه بشكل جيد دور الحربي للمجتمع دور الثقافي المدارس وقفت وقفت السلطات المجتمعية وقفة كسد منيع نعم كيف كانت المقاومة الثقافية من خلال سلطات المجتمع المقاومة الثقافية نعتبرها مقاومة حقيقة عقدية وجينية بيدي ذاك الوقت الثقافة مش منها كان ما يصب في الدين صح. ما مسوي الحد عنه صح. مش منها ما يدعي للعقيدة ويدعي للتوحيد نعطيك مثال غريب شوف يوم وقعت النملان تفيدك عن واحد من المحاربين وانا ناسي اسمه ذاك يقول لهم من فاته يخطر في خرقتين انت يخرقت يوم 17 في رمضان ناصيا بدر ايضا وهذا يوم بدر معروف يقول لهم من فاته بدر فعليه بهذا اليوم معناه لا يفوت هذا اليوم إذن الحاضر حاضر في ثقافة الناس وحاضر في عقيدتهم هم مجاهدين في سبيل الله هم راهم لك عندهم دوبل اتيكيت عندهم وصفين اثنين اسمح لي عندهم وصفين اثنين وصف الأول انهم مقاومين وصف ثاني مجاهدين والجهاد يظهر باش انه ما يخبط واحد عمارة ما سمعته قال الله أكبر عجيب ولا هي الله أكبر ذي الله أكبر ذيك الحقيقية ما هي اللي يعدلوا الناس أخرى يفجروا شعار أصبحت شعار ماسين الله أكبر حقيقية وموت معها وعندي أمثلة شفتها ما هي معقولة في المعارك ضد المستعمر واحدين منين يموت رجاش يجوا ويرقصوا ويتمونكوا ويطبلوا عنه مات من اللي مات في سبيل الله ومات شهيد لأنه نال المجد هذا دور الثقافة ودور الدين الوسائل يتم صلب ويتم ساكن للمستعمر ما قد يدخل ما قد يجبر الطريق في العقيدة ولا قد يجبر بيلي الناس واقفة ضد المستعمر خالطين في زاد ومسلتين واحدة كافر هاي كركارة واحدة كافر والثانية جاي له يقتصب شعب صح ذوك مقاومين بهم اللي يقتصب شعب وهذا مجاهدون بهم اللي كافر هو كافر معنى عن فم أربعة تحدث هذه أربعة دواري متقابلات هاي المتقابلات جعلت أن المستعمر أنه ما له يجبر الطريق وتوف من جهة كافر ومن جهة أخرى غاصب الأخرين من جهة مجاهدين ومن جهة مقاومين ولذلك المقاومة تمت على جميع المستويات المستوى الفكري المستوى العقدي المستوى الديني المستوى الاجتماعي حتى المستوى السياسي الانتماءات الناس تنتمي لا حد عارف عنه اللي ينتصر
وحد عارف عنه ذي المعدل معدله جاد عليه. واحد من يطلع عنه خاين ما يترب حد. كان لسلطة المجتمع انطلاقا من هذه خاين ما يترب حد. كان لسلطة المجتمع أيضا دور آخر بحيث إنه نعم. اللي ما شارك في المقاومة وما شارك في الجهاد يصبح كأن لم يكن حتى ولو كان قوي في السلاح وقوي في المقاومة. كيف ذلك؟ هو قاع ما لا يقوى وما قد قاع قوي في شيء به الليلة هي تواجه الناس كاملة. تصبح المصبح المغنيين جابرين في طريق يشمتوا حتى يعني يبقى راه الشمت ويصبح المجتمع رافضه. شوف ننتخلق معركة الغريب في المعركة ننتخلق خارج واحدين يلعبوا دوركم انتم الصحافة غريب راه ما الصحافة يكسع من خارج غير خارج واحدين يلعبوا دور الصحافة كي تقبل خارج واحدين يلعبوا دور الكوميونيكاسيون يلعبوا دور معطى الأخبار خارج واحدين صحفيين كيفكم انتم ما له يهرب راجل لا متحيز للقتال منين يعطي واحد يولي يدبره للكفار لا يتنقال شو الخير معنى عن فم شي يومي كوتيديان يومي يعني صحافه يوميه هرب فلان والله شهر قارو برك فيه والتعمار ما جاي مع عماره ما دفعوا لكم لا من تعمار ما جاي مع عماره اليوم اذا كانت فم حرص على اللي مقيوم به كعمل يعود مقيوم به صفه نزيهه ولا فم حد خاين ومنين يخون رقاج مره واحده والله يقدر صاحبه يخبطه بعماره وذاك اللي يتشارك بارو وهلو وهلوك وهلوك ويعيب الرجال به اللي في الراجل يزدح يقول انا كان قالوا اها جميل جداك فلان فلاني هرب نهار فلاني على الحرب يجي تاكي. سنعود اليكم استاذي الكريم حديثكم الشيق. نستقبل الان مكالمه مع النقيب البشير محمد جيلي من الدرك الوطني يطلعنا على حصيله الحوادث السير في ال 24 ساعه الماضيه. السلام عليكم نقيب بشير. السلام عليكم نقيب بشير. صباح الخير. السلام عليكم نقيب بشير محمد جيلي. إذا نريد ما تكون المكالمة جاهزة نعود إليكم أستاذي الكريم بلال والحمزة. بلال أستاذ بلال تحدثون بشكل جيد عن هذا الموضوع. توقفنا الآن عن دور أن المجتمع كان يشيع من كانت عنده ميزة في يوم من أيام المقاومة ومن كانت أيضا لديه خسيسة في كيف ذلك الله؟ طبعا كانت الحرب من تضع أوزارها ترجع الناس لأمكنتها اللي يخلق في الحرب يرتد إلى عاد فلان فلاني كان باسل فلان فلاني كان شجاع فلان فلاني عدل كذا. فم عيون كالصحافة تعطيك يوميا صفحة عن الذي وقع. منين يعود حد هرب من الحرب دور تقوله ولا عاد حد من اللي قاوم بسالة وقاوم لين مات اللي تنقال ولا مجاد اللي ترجع الناس لمجادها اللي جدودها انكتلوا والله باتها انكتلوا والله عمامها انكتلوا يصلح واحد متلبس بأنه متمونك أنه هذا الجزء منه أنه فناء دفاعا عن الوطن ودفاعا عن الدين. المجد كان يجبر في الحرب وكانت من اللي العيب يجبر في الحرب الناس ما هي راقدة كان كل شيء خلق بالحرب اللي جاب الفريق يجاب الخيام يجاب الناس الاخرى اللي ما هاد قد تحارب يصبح منشور بين يديها كيف نشرات يعني النشرات اليوميه اللي تعلمتموها مقالات المواقع كل مقالات وكيف النشره اليوميه. طيب ثم مجموعه من الاليات اتخذ المجتمع ابان دخول الاستعمار بالتزامن ومواكبه مع المقاومه العسكريه ما هي هذه الاليات من رايكم؟ المستعمر ما بقى شيء ما وعد له ياك ينكبح جناحه يا غير لا تنسى عن قوة ما هي متوازنة كل تأكيد لا تنسى عن المستعمر نيش جاب معها سلاح الناري الناس هون سلاح الناري كان بسيط فيها وعادي كانت الناس تتايق بالسيوف تتايق بالرماح وذا النوع ومنين جي السلاح الناري عاد من اللي مدى رميه ما هو بعيد زي منه الأول كامل كان مستخدم موريتاني كان العمارة ما تخطى شوي مسافة ما هي بعيدة أمتار ما هي بعيدة وجاوا النصارى وجاوا معهم جاوا المستعمر وجاء مع سلاح متطورة وعاد يهلك بها الناس بالحقيقة الناس عندها ياسر مليون. توقف قليلا مع الأسلحة مع الدرك الوطني محاولة أخرى للاتصال بالنقيب بشير محمد جيلي. بشير تفضل. نقيب بشير نقيب بشير السلام عليكم.
إذا لم نتمكن من تواصل بشكل جيد مع النقيب بشير. هذه الأسلحة ليست هي الوحيدة للمقاومة. نعم. إذا جاء المستعمر وجاء مع أسلحته، حتى من المقاومين الموريتانيين كان عندهم أسلحة، كان نوعية الأسلحة ما هي واحدة. مداها كان شوف قريب. كانوا يردموا الحصيان قدامهم، يخليهم العطش. وسائل أخرى. وسائل نعم، سألت عن الوسائل، وأنا أتحدث عن وسائل الحرب. وسائل الحرب من تعود ما هي متوازنة، هذا جايب سلاح متطور وذاك ما عنده قاع شيء وشنو، معنى عن ذاك اللي ضعيف ليخلق هو استراتيجيات الدفاع، دفاع النفس. شوف خالك شيء قال له اردم الحسيان، يردموه منين يخلوا العين ما تتنظم الماء، إلى عاد المستعمر كان هم ويشرب منها وريباتهم يصبح ماء الماء غار، حاصروه بالعطش، حاصروه بالعطش وحاصروه بالرحيل. هاي استراتيجية أخرى، تعود فريق كانهم وفيه رجال مقاومين ولا كانوا محتمين في ذاك الفريق، يداروا يشربوا عنده يداروا يتسعوا يستراحوا لين يعرفوا قاع من اللي يصدوا، يرحل الفريق كامل برمته، يرحل ويتعاقب ويجي البيضة ما ينزل فيها جديدة. المستعمر ما في روح وصلا، لا في فرنسا ولا في لا في إسبانيا ولا في البرتغال ولا في المستعمرين كان ما كانوا جاد عليهم ولا تباس شهرهم هما عن مدر قتبات البيضة تصبح بيضة أخرى كاملة برمتها راحلة بمن يعرفوا لا المدن والناس التقري والناس اللي ما تحرم، يسيب له قبيله يقولوا هاي القبيله اللي نروح لها الليله يشوف الحكم ما فهم شيء اسمه شنو كان معول عليه، لا اللي بعرف اللي فهم كان معول عليها، وكان هذا عباره عن ايش؟ عباره عن مجهود كبير يبذلوه الموريتانيين، يروحوا في الليل يروحوا الفجر يروحوا بالنهار ويتروقوا في يدخلوا في الجبال اللي ما يقدروا صار ياخذوا منها، هاي استراتيجيات حرب. وكانوا اللي عندهم شيء اخر ثاني، انهم اللي يعتمدوا على شيء قالوا اليقين والايمان، تعرف عن المؤمن هذا انه كسر موهي، قلت كسر المؤمن موهي باللي منين تخلص الهدف، الهدف من عند المستعمر تلحق واهي، والهدف عند المؤمن عنده معنيين، ان تنتصر في الدنيا وان تنتصر في الاخره. هذا مولاه ما يرجع له دور. انا من يعد مقلش عن النصري في الدنيا مضمون، ولا ما انتصرت في الدنيا احدى الحسنيين الذي ولا ذيك ما تدين رجع نصارى، ما عنده حسنة واحدة، هناك ما عنده قاع حسنة واحدة، لا هنتين لا ما عنده حسنة واحدة. اللي هو المهم عندهم كانوا يستعمروا الناس، ومن يستعمرهم قاع ما بس ما ربحوش بيهن الناس ما هي قابلة ذاك. هناك صورة ناصعة جدا في مجال مقاومة المجتمع وسلطة المجتمع وقوته في مواجهة الاستعمار، وهي متعلقة بإرسال الأولاد إلى المدارس. مثلا أولاد الشيوخ مشاهوا ابنائهم المدارس نظرا لتلك العلاقة التي أصبحت إجبارية بينهم وبين الاستعمار، بينما الأسر الضعيفة العادية لم ترسل ابنها. كيف تقرأون هذه الصورة؟ أنا هذه الصورة في الحقيقة نقرأها قراءة بسيطة، لماذا أبناء الشيوخ ولا أبناء الخيام الكبارات نقولوا ومشاوش في المدرسة؟ المدرسة سابقة تخلق وطرحت إشكالية كبيرة، التثقيف والتقرية اللي يقرأ شنو موريتانيا ما قبلوا المدرسة تنفتح فيهم، اللي ينفهموا عن المدرسة ما تكفر لا ترك حد في دينه. الشرط الوحيد اللي عند كان عند الناس اللي قبلوا المدرسة انهم قابلين على اساس انها ما تكفر اولادهم ولا تكردهم نقزم عن الدين الاسلامي، يعني عاد تنبتها لا عاد فيها منفع عن راوها ولا عاد فيها مضرة، نحن ما نقبلوها ابدا. ولذلك خارجين بيدات ما نقبل المستعمر يفتح فيهم مدارس تماهم يقاوموا لين يومنا هذا قاع مازال بيدات مدارس مهمة وهي عندهم، ومهم عندهم المحضرة وقراية القرآن لأولادهم ومواسين عن المدارس بلا قيمة. هذه الروح عن الناس مشات من رؤوس القبائل ولا الناس الخيام الكبارات قراوا المدرسة، فهم استراتيجيتين وأنا مواسي عنهم، واحد منهم يجي صالحت ثانية ما صالحت، وهي هي عن الشيخة إلى عاد المستعمر اللي هي تنال من عنده تبقى عند هلها اللي كانوا هلها، وهذا تقليدي طبيعي. طبعا أستاذ بلال لا يسعنا الوقت لنستفيض في هذا الموضوع الهام والواسع جدا، نشكركم على حضوركم معنا اليوم، وإن شاء الله نلتقي في حلقات قادمة في مواضيع أهم ومهمة. شكرا جزيلا لكم. شكرا. الآن فقرتنا الأخيرة فقرة التربية من حلقتنا اليوم في يوم جديد، تابعونا.